لن تبقى لكم مكانة، ولم يعد لكم ذكر يقال. أبطالنا في القوات المسلحة حاربت وتحارب وتستمر في شراستها في قتال الإرهاب والخارجين عن القانون. الإرهاب لا دين ولا دولة ولا مكان. إذاعة القوات المسلحة العراقية تأتيكم من قيادة العمليات المشتركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية على الموجة 98.0 FM. نرحب بكم وتغطية خاصة عن توفيج الحجاج العراقيين إلى بيت الله الحرام لأداء الحج الأكبر ودور القوات الأمنية في توفير الأمن والأمان لوصول الحجاج إلى الديار المقدسة. هنا في الاستوديو استوديو إذاعة القوات المسلحة العراقية نرحب باللواء الركن رحيم هاشم أمين سر اللجنة الأمنية العليا لتوفيج الحجاج. أهلا وسهلا بك سيادة. أهلا وسهلا. ومعي أيضا اللواء البيشمرقة الممثل بيشمرقة في قيادة العمليات المشتركة اللواء الركن فائق أنور. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. نبدأ مع سيادة اللواء الركن رحيم هاشم، حدثنا عن اللجنة العليا للأمنية العليا لتوفيج الحجاج ودورها في تأمين الحجاج ووصولهم للديار المقدسة بشكل آمن وسلس. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لإذاعة القوات المسلحة العراقية لإتاحت لنا الفرصة لتوضيح آلية تفويج الحجاج العراقيين لهذه السنة. شكلت لجنة أمنية عليا بأمر ديواني برئاسة السيد وزير الداخلية وعضوية نائب قائد العمليات المسلحة نائب قائد العمليات المشتركة عفوا وقائد قوات الشرطة التحادية وقائد عمليات كربلاء ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وممثل من هيئة الحج وأيضا من الأجهزة الأمنية والمخابرات وغيرها. اللجنة اجتمعت اجتماع أولي في مقر وزارة الداخلية برئاسة السيد الوزير، تمخضت عنها تشكيل لجان فرعية بالمحافظات تكون ساندة إلى اللجنة الرئيسية خاصة في المحافظات المنضوية تحت قيادة العمليات، أما المحافظات الغير منضوية تحت قيادنا 5 محافظات ما منضوية تحت قيادة العمليات. أيضا شكلت لجنة إذا كانت بإمرة العمليات تكون اللجنة برئاسة قائد عمليات المحافظة وعضوية قائد الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية المتواجدة وهيئة الحج. أما المحافظات الأخرى الما منضوية تحت قيادة العمليات فاللجنة تكون برئاسة قائد الشرطة وأيضا جميع المعنيين بتفويج الحجاج. تم عقد اجتماع ثاني وبدارة تلفزيونية في مقر قيادة العمليات المشتركة وأيضا بحضور جميع الأعضاء وأيضا رئيس هيئة الحج كان متواجد، طبعا دارة تلفزيونية ويا جميع قيادات العمليات كانوا متواجدين لإحكام النهايات فيما يخص تفويج الحجاج العراقيين. بدأت طبعا صدرت وصايا التنفيذ وأيضا صدر أمر حركات وبدأت انتشرت قطعات بدءا من يوم 30 الذي هو بدأ في 30/5 بدأنا بتفويج الحجاج جوا. نعم 30/31 يوم 2/6 بدأنا بتفويج الحجاج برا ماضين بالعملية التفويج. لا أي وقت ينتهي تفويج الحجاج برا؟ احنا بالتوقيتات طبعا التوقيتات الإدارية فيما يخص الأعداد والمسارات والقوافل الحجاج والمتعهدين هذه من مسؤولية هيئة الحج والعمرة. مسؤولية القوات الأمنية تنحصر في تأمين الحماية وإيصال الحجاج بكل سهولة ويسر وبأمان إلى منفذ عرعر وعبورهم إلى المنفذ المقابل للمملكة العربية السعودية. برا حسب التوقيتات أنه التفويج البري ينتهي اليوم يعني 11/6 ولكن مدد إلى يوم غد
عندنا قافلتين من شهداء الفلوجة ينطلقون غدا، فإذا تمد يوم إلى يوم 12/6. أما التفويج الجوي حسب الجداول المرسلة إلينا من هيئة الحج هو إلى يوم 18/6، إذا ما لا سمح الله في الطارئ أو تأجلت رحلات معينة ممكن أن يتمدد يوم أو يومين، لأن جنابكم تدرون الوقت قصير والمناسك على وشك أن تبدأ يعني. نعم سيادة اللواء، الحجاج عندما يتنقلون وبحضور القوات الأمنية، وأكيد القوات الأمنية فرحانة في للحجاج أنه يصلون إلى الحدود ولتأدية مناسك الحج، شعور الحجاج والقوات الأمنية ترافقهم إلى حدود العراق؟ هو المسألة تكاملية تضامنية. نعم. يعني كل الوزارات دولة مستنفرة لهذا الموسم المقدس، اولا بالاضافه الى انه هو واجب وطني يعني احنا مكلفين به. القوات الامنيه كلها بالعكس يعني زيدها فخر، وانه ده تحمي الحجاج، والحجاج منهم ابائهم وعمامهم واهلهم وامهاتهم وايصالهم، هاي خدمه انسانيه عظيمه يعني. اكيد. اضافه الى هذا تامين الحمايه على طول الطريق البري حقيقه حتى الجوي، لانه اي محافظه ما تنطلق تنقل الحجاج اذا ما تكون منطقه تجمع مؤمنه من جميع الجهات ومطوقه امنيا. نعم. بها مفارز مرور، بها دفاع مدني، بها اسعافات، بها كاميرات يعني محميه ليلا ونهارا لغرض امانهم، فتنطلق اكو مناطق تجمع بالمحافظات. تتجمع القوافل المتعادين كل من على قافلته، طبعا من اقول قافله يعني باص يعني من اقول 30 قافله معناها شقد 60 باص، فما تتحرق بدون حمايه، رافقهم ضباط برتب كبيره مفرزه حمايه جيده قادره ان تحمي القوافل، وتنطلق فاذا برا توصلهم الى المنفذ عن طريق طبعا نقطه الالتقاء للمحافظات البعيده هي محافظه كربلاء المقدسه. عندنا مدينتين للزائرين اللي هي مدينة الحسن سلام الله عليه من جهة النجف، للمحافظات البصرة وذي قار وميسان، وعندنا كربلاء المقدسة المحافظات اللي تجي من نينوى إقليم كردستان وأيضا جزء من صلاح الدين، يكون مبيتهم في محافظة كربلاء وينطلقون صباحا إلى منفذ عرعر الحدود. أيضا القوافل الجوية احنا ملزمين أن نوصلهم بحماية إلى المطارات، عندنا 5 مطارات عاملة اللي هي بغداد الدولية، البصرة، النجف، وأربيل وسليمانية، ونضاف لهم الآن دخل بالخدمة مطار كركوك الدولي. نعم. أيضا رحلات مباشرة بعد أن يتم تبديل الطواقم والتزود بالوقود كذا في مطار بغداد الدولي. نعم سيادة اللواء، عدد الحجاج لغاية الآن إلى أي رقم وصل؟ لغاية الآن إحنا على وشك الانتهاء إن شاء الله من عملية تفويج الحجاج. الآن التفويج الجوي إلى اليوم إلى يوم 10 يعني إلى الساعة الحالية هي 12,067، والتفويج البري هو 14,009، إذن المجموع يكون 26,607 من أصل 36,000 حاج. أكثر من كل محافظات العراق، من كل المحافظات موجودة، كل حتى محافظاتنا بإقليم كردستان مدرجة. نعم. وعدد القوافل سيادة اللواء حتى يعرفون المشاهدين الكرام أنه إقليم كردستان لأول مرة يفوج حجاجة برا إلى الديار المقدسة. سيادة اللواء البيشمركة فائق أنور، ممثل قيادة أو وزارة البيشمركة في قيادة العمليات المشتركة، لأول مرة إقليم كردستان يفوج الحجاج إلى برا لديار المقدسة، عدد الحجاج المفوجين برا من إقليم كردستان ومن أي محافظات لديار المقدسة؟ نعم شكرا جزيلا. نعم. عدد الحجاج بإقليم كردستان هم 720 حاج. نعم. يسلكون الطريق البري متكونين من محافظات أربيل وسليمانية. نعم. ودوك 720 يعتبرون 15 قافلة متكونين من 30 باص. نعم. تجمعوا بالسيطرة الشيراوة. نعم. القوافل تجمعوا بالسيطرة الشيراوة، وتم إيصالهم إلى دوار كركوك من قبل القوات الأمنية بالأقليم، وبكركوك استلموهم المقر المسيطر مع قيادة العمليات المشتركة بكركوك. نعم. وسلكوا طريق العظيم كلها بحماية البيشمركة. نعم. لا، من دوار كركوك استلموهم المقر المسيطر قبلها البيشمركة. قبلها البيشمركة. نعم.
تم إيصالهم عن طريق العظيم إلى بغداد، ثم باتوا في كربلاء المقدسة. نعم. يوم 9/6 باتوا هناك. طبعا الطريق سالك وخدمات موجودة وما كل مشكلة، باتوا كربلاء المقدسة. ثاني يوم، يوم 10/6 انطلقوا الساعة 8:30 من كربلاء المقدسة وعبروا منفذ عرعر بساعة 1630. نعم. إذن الحجاج يتنقلون من أربيل الساعة 8:30 أو نعم 8:30 صباحاً. صباحاً يوم 9/6. يوم 9/6. نعم. ويصلون إلى الحدود، يدخلون المحافظات الغربية. نعم. لكركوك. نعم. ويتوجهون إلى كربلاء ومن بعدها إلى منفذ عرعر. منفذ عرعر. جواً أي مطارات؟ مطار أربيل وسليمانية. إحنا عندنا مطار أربيل وسليمانية. نعم. مطارين مفتوحات لوصول الحجاج جوا الى ديار المقدس. سياده اللواء، لاول مره فوجت الحجاج لاقليم كردستان، هذا شنو اسبابه جعلت القياده في اقليم كردستان تسمح للحجاج تفوج برا للديار المقدسه؟ السبب هو تحسن الوضع الامني. والطرق امنه والخدمات مقدمه من طرف الاتحاديه، وماكو مشكلة لا من طريق الأمني ولا عن طريق الخدمات. نعم. ولهذا السبب تم لأول مرة سلك الطريق البري لوصول الحجاج إلى الديار المقدسة. نعم. لأول مرة المعمرين أيضا اللي يذهبون للديار المقدسة. نعم. أيضا. نعم. برا أكو معمرين. نعم. عن طريق البر سابقا. نعم. يعني قبل موسم الحج. قبل أيضاً. نعم قبل موسم سلكوا الطريق البري ليصال إلى الديار المقدس. أكيد هذا. نعم. ندل على أنه الوضع الأمني تحسن. نعم. وما عندنا مشكلة والطرق آمنة والخدمات مقدمة، ولهذا السبب يسلكون الطريق البري. شعور الحجاج إقليم كردستان في مرافقة البيشمركة والقوات الاتحادية للطريق البري، شعورهم؟ طبعا شعور جيد، ويعتبرون القوات المسلحة سواء كان من الاتحادية أو هم من أبنائهم، ومن واجبهم انه يحموهم ويصلهم الى الديار المقدسه بامان وبسلام. نعم. 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 سياده اللواء الركن الرحيم هاشم، نقل البري الى اي وقت ينتهي؟ النقل احنا عندنا الحركه تبدا من. نعم. للقوافل من الضياء الاول الى قبل الضياء الاخير. نعم. يعني لا قبل المغرب والفجر تطلع القوافل، بعدها ما تصير أي حركة حفاظا على سلامة وأمن الحجاج. الآن إحنا القوافل مثل ما أسلفت يعني قبل شوية أنه تصل ساعة بال 1630 ينتهي عندنا تفويج برا عبر منفذ عرعر، يعبرون إلى المنفذ المقابل، بعدها ما عندنا أي حركة. نعم. يعني أي حركة ليلا بعد الضياء الأخير ما توجد أي حركة للقوافل أبدا، ولا نسمح لأنه حفاظا على أمن وسلامة. نعم. سيادة اللواء، بعد ما تفوجوا الحجاج برا وجوا يبدأ دور القوات الأمنية في استقبالهم. نعم. حدثنا على دور القوات الأمنية كيف يستقبلون الحجاج. طبعا نفس العملية، نفس الصعوبة، أكو سهولة الموضوع أكثر. نعم. نفس العملية التي تتم بها تفويج الحجاج ذهابا إلى بيت الله الحرام لأداء نفس العملية راح تتم. أهم. أثناء التفويج العكسي أيضا تصدر وصايا وأوامر حركات من قيادة العمليات المشتركة، وتنتشر القطعات والأجهزة الساندة نفس العملية اللي تمت بها ذهابهم. بس عندنا شغلة إحنا هنا راح تفرق لنا. نعم. المنفذ السعودي شغال 24 ساعة، يعني ما عنده تحديدات الضياء الأول والضياء الأخير، فراح يسلمنا الحجاج ليلا. من يسلمنا الحجاج ليلا برا أتكلماني. نعم. راح هيئنا مسقفات وأسرة وحمامات طبعا من قبل محافظة الأنبار مشكورة، راح يباتون. يعني العملية عكسية، كانوا يباتون وين؟ في كربلاء المقدسة. كربلاء. الآن يباتون في منفذ عرعر، وصباحا ينطلقون إلى محافظات. أيضا تتم الآلية القوافل توصلهم إلى مناطق التجمع اللي ينطلقوا من عندهم حين ذهابهم إلى بيت الله الحرام. نعم. حقيقة. نفس الآلية ونفس. نعم. العملية نفس الانتشار. أيضا فاتني أن أذكر هناك مقرات مسيطرة فتحت، المقر الجوال الرئيسي اللي هو موجود في مقر قيادة. نعم. العمليات المشتركة برأستي، وأيضا مقر مسيطر في منطقة النخيب،
ومقر مسيطر في منفذ عرعر الحدودي. نعم. هذا نتابع حركة القوافل من انطلاقها من المحافظات وبالطرق، نتصل بآمر قوة، وين المثابات، أينما وصلتوا، هل لاقتكم صعوبة، هل كذا، يعني باستمرار العملية إلى أن عبروا من المنفذ. طبعا العملية ما تنتهي بعد عبورهم. نعم. للمنفذ، يعني مو نسلمهم للجانب المنفذ المقابل، لا، أيضا متابعة داخل هيئة مو إحنا هيئة الحج. نعم. قوات الأمنية ما مخولة، أنه هيئة الحج والعمرة العفو أكو تنسيق مشترك بينه وبين الجانب السعودي. نعم. ممثلين عندهم يرافقون الحجاج العراقيين لحين إكمالهم مناسك الحج وعادتهم. يصير بين قوات الأمنية بالداخل تواصل مع هيئة الحج والعمرة اللي بداخل السعودية، تواصل بين القوات الأمنية بداخلنا. أكو تواصل بيننا. لأن أولا عندهم ممثل ويانا باللجنة اللي هو مدير التصاريح الأمنية بهيئة الحج والعمرة، متواصلين باستمرار، وهسه احنا على تواصل. أي طارئ أكو جناب دكتور، الأعداد كثيرة. قافلة تتأخر. نعم. حاج ما شو اسمه اللي قدرنا أن نعالج هاي المواقف الطارئة، والحمد لله ما الأمور تمت، ونسأل الله أن تتم العملية بنجاح ذهابا وإيابا إن شاء الله. الحمد لله. حقيقة دور القوات الأمنية كبير جدا في تأمين أخوانهم الحجاج ووصولهم للديار المقدسة. هذا الدور جاء من الأخوة الضباط والمنتسبين في توفير الحماية، إذا دل على شيء فدل أن تكاتف العراقيين في نجاح مهمة وطنية. صح. فيه أحبتي المستمعين، كانت هذه تغطية خاصة لتفويج الحجاج، حجاج بيت الله الحرام العراقيين إلى الديار المقدسة. نتمنى لهم قبول الحج إن شاء الله وعودتهم بالسلامة. كان معي اللواء الركن رحيم هاشم، أمين سر اللجنة الأمنية العليا لتفويج الحجاج. شكرا جزيلا سيادة اللواء. شكرا. وأيضا معي اللواء البيشمرقة اللواء فاق أنور، ممثل البيشمرقة في قيادة العمليات المشتركة. شكرا سيادة اللواء. شكرا جزيلا. أحبتي المستمعين، نلتقيكم في تغطية خاصة أخرى إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.